نبدو؟ مش نبدو يا جماعة؟ نعم، كن بلسما مهما استبد بك الضجر، كل بلسما يهدي السر والسرور لمن عبر، واغرس لنفسك صالحا ترجو بها طيب الأثر. مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء، نلتقي معكم في عدد جديد وفي حلقة جديدة في برنامجكم المعتاد شي. حلقتنا لليوم في موضوع جديد ومهم جدا لكل الأمهات ولكل المستمعات اللي شاهدوا فينا الآن. موضوعنا يتناول مجموعة من النصائح والتعاملات التي يجب على كل أم أن تتماشى عليها في سبيل التربية الصحيحة والسليمة. موضوعنا لليوم عن التربية السليمة والتأهيل المستقبلي لدراسة الطفل. فاصل قصير ومواصلين معكم مشاهدينا الأعزاء. نعم، عدنا إليكم مشاهدينا الأعزاء، ونذكركم أيضا بموضوع حلقتنا لليوم عن التربية السليمة ودورها في تأهيل الطفل لمستقبل دراسي. جيل اليوم يختلف كليا عن الجيل السابق من حيث التربية ومن حيث التعاملات ومن حيث جميع الأشياء، ووجب علينا أن نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا وهو أساسيات التربية السليمة مع ضيفتي الأستاذة وأخصائية التربية والمرشدة الأسرية نذيرة زيدي. مرحبا بك. مرحبا بك أكثر. السلام عليكم على الجميع، ومشكورة على استضافتك ليا، ونشكرك ونشكر جميع الموظفين الاستوديو اللي راهم معنا، ومعكم المستشارة والمرشدة التربوية نذيرة زيدي، مختصة في العلاقة، مستشارة في العلاقات الزوجية وتأهيل الزواج. نعم. ونمو الطفل طبعا، في نمو الطفل في سلوكياته، في وتأهيل المراهقة، ومعالجة الأطفال البطئين التعلم، عندهم صعوبة في التعلم. نعم، أهلا وسهلا بك ونورتينا في حلقة اليوم. نعم مشاهدينا الأعزاء، هذا موضوعنا لليوم عن التأهيل الدراسي يعني والتربية السوية والسليمة. راح تكون معنا اليوم المستشارة نذيرة زيدي، وأيضا على يساري زميلتي وردة شامية. نقول لك صباح الخير. صباح النور تركيا. نعم. متابعينا الكرام، نعم راح ترافقنا اليوم بحكم انها ام، ان شاء الله راح تساعدنا يعني من خبرتها يعني كأم كيفية التعامل مع الأطفال يعني، وكيفية يعني التحصيل الدراسي يعني كيفاش يكون جيد من خبرتها. طبعا مستنين منكم أيضا مشاهدين الأعزاء كل التعليقات يعني لآرائكم وتعليقاتكم بخصوص موضوع اليوم، وأي سؤال راح أجاوبكم عليه الأخصائية نذيرة زيدي. في البداية حبيت نعرف يعني ما هي العوامل المؤثرة على تربية الطفل؟ طبعا أطفالنا هم نعمة لنا في هذه الحياة، وإن من دونهم نقدرش إن نعيشوا، هم نعم. زينة حياتنا. وطبعا أكبر عامل مؤثر في التربية على الطفل هم الأسرة. نعم. يبدأ من الأسرة، من الوالدين، من هنا تبدأ ينطلق الطفل، لأنه ورقة بيضاء، وش دولنا فيه وش كتبنا فيه رح نجدوه. ومن بعد يبدأ ذاك الطفل، ومن بعد يبدأ يتحك بلنا، نقوله احنا بالبيئة تاعه، بالمحيطة تاعه، بالأقارب تاعه، ومن بعد يبدأ بالمدرسة، بالمجتمع، بالجيران. نعم. من هنا يبدأ ذاك الطفل عن حسب التأثيرات اللي راهو عايش فيها، من فم يبدأ يكون أساسياته ويكون المفهوم تاعه ويكون الأفكار تاعه كيفاش راح يبدأ. نعم أكيد طبعا. من هنا الأسرة عن حسب الوالدين وتصرفاتهم وسلوكياتهم، عن حسب إيجابياتهم وعن حسب سلبياتهم، تكون أسرة مستقرة وأسرة واعية
وش راه يدير. كما يقولوا الطفل نخليه يربيني مش من بعد من وليش يربي فيه نعم، لأن الطفل هذا خليه يربيني، معناه نكون عندي أي شيء راني مش نقوم به راه مش يقوم به الطفل اللي راه معايا. نعم. معناه نكون قدوة ليه، نعرفنا كيفاش نتصرف، كيشوفني نايا كيفاش راني متصرفة، كيفاش راني عايشة، كيفاش راني نتكلم، كيفاش راني نحاور. نعم. كيفاش راني ننطق، على الأساسيات هذيك راح يبدأ يبني بها، راح يتماشى بها، وراح يبدأ يبني بها الأسس تاع. ومن بعد تبدا كما نقولوا يبدا ذاك الطفل يبدا في مرحله التحضيري، يبدا في مرحله الابتدائيه، وكل مره راهو قاعد يلتقط وقاعد يكتسب في المعلومات. نعم. هذيك المعلومات هذيك واش قلت لك عن حسب الاساسيات تاعها انها تكون ايجابيه او سلبيه. نعم. جميل جدا. يعني واش رايك يعني ورده شاميه بهذا الخصوص؟ والله أنا نشوف إن هي عندها صح حق، كان نقطة مهمة جدا قالتها إن البيئة اللي تربى فيها الطفل هي اللي رايحة بعد تكون شخصيته أو تكون العقل التفكيري تاع الطفل. نعم. اللي يتكون صح تفكير الطفل من بعد بالصح مؤخرا، معناها في ظل الوقت تبدل كما نقولوا، ولا الأب عامل والأم عاملة، وما ولاش كاين وقت كما بكري الطفل ما عادش لاقي هك الجو الأسري باحتضان كما نقولوا العاطفي كما بكري. تبدلت شوي، معنى عاد الاتكال كله راي عن المدرسة، عن المدرسة، عن المربية. نعم. عن الحضانة. ما عادش كما قبل، كانت الأم قبل كنا نقول الأم مدرسة، أم مدرسة، وما عادش الأم مدرسة، الأم هي اللي تتعلم من الأبناء. أي نعم. أيضا يعني يوجد لدينا العديد من الثوابت والمبادئ الأساسية التي وجب غرسها في الأبناء، برأيك يعني كأخصائية كمرشدة تربوية أسرية، ما هي هذه الثوابت والمبادئ التي يجب أن تكون متواجدة فيها؟ نغرسها في الأبناء. نغرسها في الأبناء. نعم. أول شيء إن هي إن نعودهم عن الحب، أول شيء يعرفوا معنى الحب. نعم. معنى الوفاء، معنى التقدير، هذا الشيء من الأساسيات الأولى اللي لازم نربو طفلنا عليها. قيم هذه هي اللي نتمسكوا بها أول شيء، إن نعلمها للطفل تاعي، نعلمه كيفاش يكون صادق، كيفاش يحب، كيفاش معناها نفعلوا له الذبذبات العاطفة تاعه، ما يعودش يستعمل في شيء مع البلاش وش راح وين راح يوصل هذاك وين راح يوصل هذاك الشيء. نعم. فهمتيني معناها هنايا نقولوا كيفاش نفهم لك. هو فعلا السبع سنوات الاولى مهمة جدا في تكوين شخصية المبادئ تاع. أنا إذا فاتت علميا ذات، إذا فاتت السبع سنوات الأولى مخ الطفل ينشف، ما يعودش قابل للاستيعاب، ما فيش الليونة هذيك وما فيش الفراغ إنه باش يستوعب الطاقة. يعني نبدو مع الطفل من عمر صغير جدا يكتسب منه يعني المبادئ الأساسية، الصدق والحب وغيرها وغيرها. يعني حتى يكون يكتسبها من الأب والأم، يكتسبها من كانوا صادقين. أكيد، لأنهم هم الأولى اللي محتك بهم. إحنا وشيتوا من الصغر نبدو نخوفوا فيه، نسكروا في الضوء، نبدو أي الدنيا ظلمة، ورد بالك تدير حاجة راهي حرام، تدير حاجة كان شياطين. والإجابة الخاطئة على الأسئلة، معناها ما نستغرقوش وقت مع كان شكل وسع البال تاع الصغير كي يسأل سؤال نجاوبوه بكل صدق. معناها نحاول نبسطوا له المعلومة ونوصلوا له المعلومة الصحيحة، نبدو له نألفوا له في قصص خيالية. ولا وحاجة أخرى إن نبدو هلا بطريقة سلبية. صحيح. مش بالطريقة الإيجابية، تكون عندها معلومة خاطئة. تكون عندها المعلومة الخاطئة لأنه ما هوش فاهم وش معناها حلال وش معناها حرام. صح. معناها إحنا كي نبدو نفهموا فيه باللي هذا يفيدك ولا ما يفيدك شيء، باللي معناها نوضحوا له الرؤية، نوضحوا له الصورة اللي راهو حاب راهو يديرها. صح.
نوضحوا هلا ماهوش فاهم هو حلال وحرام. سبحان الله حتى من احنا منه صغير احنا نفهموا فيه في حلال وحرام. صح. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الا بعد حتى اللي بشي حسبهم رب سبحانه وتعالى، معناها غير بعد الاحتلام ولا الطفلة اذا بلغت. صح. مش تبدا فم. والله هنا من رايي ان في السنين الاولى تاع الطفل نحاولوا ما ندخلوش الجانب الديني، ما نكون نلاحظوا الاجانب توكية لا علاقه بالدين، بس صح يربكوا في صغارهم من السنين الاولى. صح. هذه احنا نبدوه من صغر حلال حرام بينما هو مازال مش فاهم معناها. نحاولوا احنا نربوهم على الاخلاق السمحه، مبادئ السمحه، بالمبادئ والاخلاق والقيم. هذه اول حاجه نبنوا عنها، يبدا يتبنى عنها الطفل. وحاجه اخرى اني ما نكونش نربي فيه عن الصدق وعن الوفاء، ونربي فيه عن القيم الحميدة، ونرى اني دايره عكس الشيء. لازم الشيء الموجود فيك يكون موجود ايضا، يكون قدوه لهم. لازم مش قلت لك معناها نخلي صغيري انه هو اللي ربيني. انا ناس صغير يدخل في تضارب افكار، في تضارب. انت تقولي له في شيء وتفعلي في عكسه، ما يكونش مصدق لك اصلا، ما يكونش خاصه ان الاطفال في مثل هكذا مرحله عمريه يكونوا فضوليين، يحبوا يعرفوا كل شيء، يحبوا يستكشفوا يعني جميع الاشياء، او حتى لو انهيتهم على فعل شيء ما راح يستمر فضوله حتى يتحصل يعني على الشيء الموجود في باله. والمعلومه اللي عطيتيها له سواء كانت صحيحه او خاطئه هي اللي راح تبقى معه، تكمل معه لاخر العمر، يبقى مقتنع بها. خلاص عليك شري ورقه بيضاء كتبت رسمت، خلاص ما عادش شيء يقدر يحبر حاجه رسمت خلاص ما عادش مش تتمحي. وحاجه اخرى حبيت نضيفها انه الطفل كيف احنا حابين حاجه نغرسوه فيها، مش مثال الطفل هذا يكذب هو تقول له انت لا ما تكذبش وتولي تعاقبي فيه على الكذب. نعم. وهو انت ما كنتش مفهماتها اصلا وش معناها الصدق. لازمني انايا هنا واش راني ندير. قال ولدي نربيه وش معناها الصدق. قال ولدي تكون صادق. مش كي نجي نأنب فيه هنا الطفل نعاقب فيه على عقاب، نقول انا واش نقول له، نقول له حبتك تكون صادق. صح. حابه نغير فيك تكون عندك ميزه الصدق، مش نقول انا ولدي حابه نربيها قله الكذب. صحيح. لا نكونوا بطريقة إيجابية على كش ماهوش فاهم أنت إيش راك تقولين له. حاجة أخرى إنك الطفل راهو ما لازم ما نعودوهش على النهي والأمر، النهي والأمر والنفي. لأن حتى عقلنا إحنا حتى إحنا ككبار كي ينهونا عن حاجة. صحيح. ولا يأمرونا تقبلها يتعاند الشخص يولي يعاند. هي هكا معنا في فطرة فينا، في إنسان. صحيح. في أي إنسان، لأن كل إنسان راهو منفرد في ذاته، كل واحد راهو منفرد. ومن ناحية صفة الكذب الطفل يعني يبدأ مثلا 3 أو 4 سنين يبدأ الطفل يكذب. هذيك دلالة عن شيء، إن المخ تاعه بدأ ينتج، معناه بما إن ألف لك قصة وحبكها وجاب لك القصة هذيك ساعات قادر أن احنا نستثمر، معناه إن المخ تاعه بدأ ينتج. أنت في المرحلة هذيك مهمة جدا. ما احناش ما نجوش نقابلو الصغير أنت كذاب أنت فيك، لا بالعكس نصححوا المسار بدون كما قلتي ما نوجهوا له اللوم العتاب أو العقاب أحيانا وهو أصلا مش فاهم. مش فاهم. صح. عندي نقطة هنا جتني واحدة للاستشارة، بنتها ثرثر ياسر، قلت لك بنتي ثرثر ياسر وتكذب وتزيد وتألف وتزيد، معناها في عمرها توري طفلة في عمرها 13 سنة. هي وش راي دايره، هي وراي مستحيه منها، معناها حتى قدام الناس قدام الشسمة قلت لك بنتي ما عادش عارفه كيفاش نتصرف معاها كيفاش ندير معاها. وهي الطفله هذه مش بها راي ثرثر وراي تكذب، عندها موهبه شغل شتي واحد تاع صحافي حاب. صحيح. يحكي يوري نفسه ويالف كل شيء. قلت لها انت نورمالمون انت هنا كنتي راكي ذكيه، هذه وين استغلها الحاجه هذه. ما ديريهاش راي صفه سلبيه، فانت تقدري انك تكونيها صفه ايجابيه تقدري تقلبها. قلت لها اعطيها كراس، شري لها دفتر وخليها تدون، خليها تكذب مرة زوز ثلاثة من بعد تبدا تصحى، تولي موهبة، راح ديرها موهبة وراح تتألفها، راح تولي تألف. قلت راح تكون بنتك راح تكون مؤلفة. صحيح. مش كاذبة ولا ثرثارة، معناها وزدت فوق منها معناها تولي قدام الناس كل قلت لك عادوا عارفينها من انت ثبتي لهم بالحاجه اخرى، عطيتها نظره سلبيه. كما كان الاخر عندي رحت مره للمجازات هنا تاع الرمال نشري في ملابس، اب بنته جايب بنته عمرها 10 سنوات
طيحت منكا هكا تاع لباسك منكا ولا يعيط حتى اللي ما شافهاش يشوفها صحيح يشوفها ولا يعيط ويولي معناها كيفاش راكي معناها ما نكونوش احنا نورو فرواحنا رانا نربو رانا معناها قدام الناس نكون شوية معناها عندنا مرونة شوي شوي واقعيين معناها شوي واقعيين حاجة عمره تاع التربية هذاك عمره اللي باش يغلط فيه انا علاش لازم يجي من نهاره نسعات نسقسيها معظم الكبار في العمر يا هل ترى انتم جيتوا من بطون من امهاتكم هكا كبار من الاول جيتوا متربيين معناتش فيكم امهاتكم ما ربتكم مش كيفاش تربيتوا انتم باينه مريتوا بها المرحله هذه كان علاش ما كنتوش متقبلين الاطفال تاعكم كان صحيح. خطا وكان صحيح في الدنيا هذه وين كيما كان ظلام وكان نهار نفس الشيء كان حلو كان مر كان نار وكان جنة في الحياة صحيح. عبارة عن مراحل لازم عن يعني نكون واقعين ومتقبلين متقبلين لازم نتقبل الطفل تاعي كما راني متقبلاته بإيجابياته نتقبله حتى بسلبياته لازم نرجع يعني من كل يعني هذه الأمور وجب علينا يعني أن نصادق الأطفال يعني الصداقة بين الوالدين والأطفال يعني لها أهمية أهمية كبيرة يعني سواء في تعزيز أكيد. صفة الصدق سواء في يعني نهيهم عن فعل الأشياء الخاطئة أو حتى لتوعيتهم نعم أكيد الحاجة هذه وين هي أساسية لأن كما كنت نقول لك الطفل أنه هو قدوة منك معناها قدوة منك راه هو اللي قاعد يبني في شخصيته ويقوي فيها منك أنت بك انت هنا يا مدام تكون انت تكوني صديقه الوفيه وتعرفي كيفاش تتحاوري مع الابناء تاعك وتعرفي كيفاش تكسبيهم خلاص راح تتسهل لك كل الامور مدام انت جي انت مثلنا كي نبدا انا ابني يحاور فيا نبدا انا ننفعل تبدا تنفعل وتتهجم خلاص تهجمي عنا لازم لا اللوم العتاب كل لازم ما نتفاعلش لازم نتفاعل ان ما نتفاعلش نتفاعل مع الشيء نتفاعل معاه يكون عندي حوار ويكون عندي اسئله واجوبه وطبعا مش كل طفل ثاني نفس الشيء عندنا الاطفال انماط لازم نتعرف على كل طفل نعرف شخصيته كيفاش نتعامل معاه صحيح. عندي طفل يكون نمطه سمعي عندي طفل يكون نمطه بصري صحيح. عندي واحد يكون حسي واحد تلقاه يحب الافكار واحد يحب الملموس طبيعه مختلفه كان تلقاه حساس كان تلقاه كوراج كما نقولوا كل واحد وطبيعه تاعه كل واحد تلقاه ما تجيش الام تلقاها تتعامل بطبيعه واحده مع الاطفال كامل مع الاطفال كامل اصلا حتى الاطفال يعني بطبيعتهم تحسي انهم ما يحبوش المقارنه يعني ما تقارنينيش تحسي ان لهم لكل شخص فيهم شخصيه يعني وطبع خاص بي صحيح صحيح لان تربي الغيره والحقد بين الاطفال هذيك اكبر خطا شائع ان تو نقارنوا اطفالنا باطفال اخرين ولا حتى بالاخ تلقي ام تقول لك ناخوه علاه ناخوه ماهوش كيفه علاش ناني ربيتهم وكيف كيف وهاني ندير مع هذا تنفع فيه وهذا لا صحيح. لا مش كيف كيف لانك ما تعاملتيش كل واحد عن نفس عن الشيء اللي يخرج عنا على انطباعاته كل واحد راهو ربي خلقه من فرد مفرد لذاته لهذه ما نقارنش نايا وش بك انت هذيك المقارنه راح تدير لها حقد ودير لها حتى تعود على الحقد وعن الغيره وراه اصلا يكره لك يكره هذاك الطفل اخوه ولا صديقه ولا تسمع معناها انت قاعده توري له في طرق الكره صحيح. قاعده تنمي فيه الكره وتولد فيه الاحساس بالنقص ايه صح يعود حاس ان فلان هذاك خير منه ايه راح يذل صحيح. راح يذل وما خلاص ما عادش يعود عندك القوى معناها ما يحسش روحه عنده قوى اللي يقدر يقوي بها شخصيته كل شخصيته ضعيفه حتى يجيب شي يدير حاجه يقول لا انا باين عني ما نمش باش نعرف ديما يعود يقلل من ذاته يقلل من قدراته نعم بهذا الخصوص يعني كيفاش يعني الاسلوب اللي لازم تعتمده الامهات او اولياء الامور حتى نعزز ثقه الطفل بنفسه كيفاش هنا راح نطرق الموضوع المدح المدح اني نكون ديما نمدح في اطفالي المدح والاحتضان واللمس مش كان نمدح تبادل المشاعر لازم قبل المدح بعد اذنك دكتوره تجيني اهم حاجه قبل المدح هي التقبل
تتقبلي الشخصيه طبعا انت كل ما تتقبليهاش ماكش هتقدري اصلا تخرجيها هي راهي الكلمات طبعا هذيك بلا ما نحكوا فيها لان انت كون انت تتقبل الاختلاف ثاني حتى بين الابناء ايه ايه لازم تتقبلي تتقبلي واش راوي راوي يديرك كل تقبلي معناها بايجابياته واش كاين هنا انت دخلتينا الموضوع اخر انك في التقبل ساعات كاين ام ولا اب ما نجحش في حياته يحب أمه ما صدقت لقيت فرصة يحب إنه الأم كما تنجحش في حياته تولي عندها ضغوطات نفسية وش تولي تولد ردة الفعل تاعها تعود حب الأب الابن تاعها ولا الابنة تاعها إنها تكون كافة إنها وش تحبها مثال هي ما نجحتش إنها تكون دكتورة تحب بنتي تكون لازم تصيف عليها إنها تكون دكتورة لا شرط عليها تكون دكتورة هذا يعني نرانا نلاحظه اليوم في كوارث يعني في كوارث كافة المجالات أن وجود شخص مثلا في الطب ومكمل فيه وهو يعني ما عندهاش أدنى رغبة أنه يكون ميولة أدبي أصلا أو ميولة في مجال آخر في مجال آخر يعني هنا رغبة الأطفال الشخصية لازم تكون لهم لاختيارهم الشخصي لان هذاك هي ذاته راح تنمي لك طفل ضعيف الشخصيه وراح تكون مؤقته نعم. راح حتى يوصل ويولي طبيب ويوصل لهذاك بصح مش راح يعيش لذة الحياة لأنه أصلا ما هيش رسالته هنا مش راك تديري كأنك راك تسكري له في الرسالة تاعه لأن ربي سبحانه وتعالى وكل خلقنا عندنا كل واحد خلق عنده رسالة ما تجيش أنت هذاك عنده رسالة نفرض عليه هنا نعطيه رسالتي ولا نعطيه الرسالة الأخرى خلاص أنت ما نجحتيش فيها تحبي انك كيفاش ديرها معناها وقادره انك انت ديرها الرساله تواصلي وتكملي فيها نعم. علاش راكي ترجعها معناها الغش تاعك ترجعي مع اطفالك حاجه اخرى ثاني حبيت نقولها لك دكتوره حاليا الامهات اللي راهم الجيل الصاعد تسوي التربيه تاع ما عادوش يفرقوا بين التربيه وبين الدلال معناها كاين اللي راهم عاد يفسدوا في درهم على اساس انها باش تبني لها مش عارفه شخصيه قويه صغيرها الدلاله ياسر وتعطي شهوة ياسر وتخلق منه شخص اناني فعلا شخص اناني متطلب لازم طلباتها كلها تتلبى ما هيش مفرقه اصلا بين التربيه الصحيحه وبين التدليل معناها انهم يتشد العصا من النص كأم لا افراط ولا تفريط من ناحيه ربي ومن ناحيه لبي له طلباتها في حدود المعقول نعم معناها مش اي لاحظت بعض الامهات انها توفر كل شيء مش غير توفر لا شفت بعض الامهات انها تنحي حاجه من يد طفل وتعطيها لطفلها المهم الصغيرها يسكت والصغير الاخر لا تشوفي ذي تلاحظيها الانانيه في تصرفات الطفل علاش لان تصرف الام خاطئ فعلا مش الطفل هي الاطفال هي صحيح. كلها راهي من نتائجنا حنايا يعني كما كنا نقوله من اول مره راهي من نتائجنا حنايا مره اخرى ثاني حتى قصدك هذا لاحظت شفت ام هذيك ما ننساهاش صغيرها يبزع ما عجبتهاش الماكله سكبتها في الارض باش ترضي صغيرها أنانية يعني معناها من طرف الأم بحد ذاتها ما قدرتش ننساه اليوم من هذا سكبتها في الأرض عجل باش ترضي الصغير تاعها باش يسكت هو اللي مش عارف هنايا في ننطلق هنا في موضوع التربية التربية هي عندها أسس وعندها قوانين التربية هي متكونة من ثلاث أحياز الحيز الأول إنه نكون عندنا الحب الكافي الحب هنا كما قلت لك ما نروحوش به حتى يولي للدلال المفرط فعلا وثاني حاجة كما قلت لكم ما اتطرقنا ان نكونوا قدوة القدوة هذه كما قلنا مشنا نكذب وصغيرين نقولوا لا ومشنا ندرك سر وهو نقول لا درق عن ما تقولش لباباك وفي المواضيع هذه واني وثالث حاجة ان نحط قواعد وأسس في البيت تاعي تعود عنده قوانين ما يتخطاهاش الحدود هذيك ما يتخطاهاش فعلا مش ما تصرناش احنا ياكل نقولوا احنا التضارب في افكارنا لا. مش اليوم نقول له عندك اليوم ما تروحش وغدوه لا تروح خلاص تروح. عندك الاسبوع هذا واني ما كانش ما يعني فيها حتى يعني معذرة حتى كي يشوف يعني التصرفات من زملاء ليه ولا أشخاص مقربين ليه يكون عارف إن فيه قوانين معينة
في البيت ما يتعداش عليها. خلاص ما انت عودتي عن هذيك القانون ووريتيه الا خلاص يقعد يتمشى به حتى مع اطفاله حتى مع حتى مع الاطفال الاخرين معنا مع اصدقاء في الشارع. نعم. انا ما تخافيش عنا ما تخافيش عنا في البيت وما تخافيش عنا حتى البرة. صح، الماما الام او الاب انك تفهمي ان الحاجه هذيك غلطه ما يديرهاش لانها غلطه مش لانها خايف من العقاب. صحيح. لان اذا كان خايف راح يجي نهار ويكبر ويتشجع ويديرها مش باش يبقى خايف. بصح كي يكون فاهم انها صح غلطه مش لازم يديرها مش راح يديرها مش راح يديرها. ايش قلت لك نفهموه في القواعد الصحيحه مش كخوف من هنايا ما يديرهاش قدام هنايا معناها حتى البرة بالشي هذا خطأ هذا صحيح صحيح. علاش احنا نقول لهم معناها ما تعلمهمش كان كيفاش روش كان الخطأ وش كان لا فهمهم مش كان في الصدق الأسباب وعلاش كيفاش في الصدق هذا وين وش كان الصدق الوين يؤدي والخطأ الوين يؤدي الكذب الوين يؤدي. من قاعدين احنا غير نخوفوا فيهم أطفالنا كي تغلط عندك النار وعندك العقاب عندك الضرب وتشوفوا وش نديلك وكيفاش لا بلا ما تفهمهم في عواقب الفعل هذا عواقب الفعل وكنت ترفعي لها انت من معنوياتها معناها انت شغل دري لها وقود طاقه ايجابيه كي تعلميه انت وش فيها الجنه مش كيما تعلمي انت وش فيها النار ولو طول هكا راه خايف معناها شغل درتي له وقود تاع طاقه شغل عمرتي بوقود طاقه حتى هو يعود اصلا يعود الفكر تاعها متفتح يعود ذات يجيبك ساعات أشياء نما درتهاش أطفالي وعوني فيها ساعات مش فتهاش يعني. تتعلمي يعود منهم كثير من الأشياء تتعلمي منهم أشياء أخرى يزيدوا أشياء يسلطوا لك عنها الضوء أكثر بالمحيط هذاك تاع الاطفال وقادرين يجيبوا لك افكار انت ما شفتيهاش انت ما شفتيهاش ما كاينش فيه الوسط هذا ما كاينش فيه قادر ان يجيبوا لك ينبهوك عن هذاك الشيء معناها هنا كتعاود كتصاحبي كما كنا رانا نحكوا عن صداقه تاع الطفل ولا الطفل انت حد ما يجي تبدي تتعصبي وتبدي لا لازم نكون هادئه ونكون مرنه فيها الحاجه هذه يعني هذه حاجه انا يا الحق نطلع نعم على بعض التعليقات عن سؤال ريناد تقول صباح الخير نقولك صباح النور والسرور ميمونة نعم يسعد صباحكم تركيا توحشك عزيزي توحشك الخير ويومك سعيد وطيب إن شاء الله أيضا رجاني مولايا نهاركم سعيد ونهارك أسعد يا رب الأميرة تقول السلام عليكم مش الموضوع موضوعنا لليوم نحكو فيه عن التربية السليمة ودورها في تأهيل الطفل لمستقبل دراسي مشرق حاليا رانا في الجزء الأول اللي هو التربية السليمة ومن بعد رح نتوجه للجزء الآخر اللي هو يعني كيفاش يعني نتعامل مع الأطفال في سنواتهم الدراسية الأولى أيضا الأميرة تقول أقرأ التعليقات من فضلكم حاضر تقول بنتي عمرها 5 سنوات تقرأ في الروضة ربي يبارك عليها تحفظ وكلش عادي المشكل فقط إنها ما تحبش تخرج مع زملائها للاستراحة للعب نعم هنا نعودوا لازمنا نكون نعرفوا الأم هذه كيفاش راهي تتعامل في البيت قلنا كل حاجة راهي ترجع للأسرة نعم هل الأم هذه اجتماعية تخرج وعادها نقولوا احنا يا راهي مخلطة بالمجتمع نعم وعادها انخلاط وراهي تدخل وتخرج فهمتي وعدها صديقات وراي تحكي معها على الأصدقاء قلنا احنا كي نصدقوهم نحكو لهم على الزمن تاعنا كيفاش كنا أصدقاء كيفاش معناها لازم نعلموهم وش معناها الصداقة وثانا كيفاش معناها وعدها حد الصداقة معناها مش أي واحد نروح ونلعبوا معاه ومش أي واحد نثقوا فيه معناها تكوني أنت علمتها فيها الحاجة هذه تعود لك أنت عن حسب تكون هي اللي مش موالفة تمنع فيها انها ما تلعبش تمنع فيها ما تلعب انيش قلنا انا من السبب هذا واني انك تعودي انت تراجعي نفسك كيفاش راكي تتعاملي مع اسلوبك مع صديقاتك حتى مع خواتك حتى مع معناها في اسلوب العائله ككل انت اجتماعيه ولا لا ولا منعزله نعم. اصلا الطفل بطبيعته يحب اللعب مع الاطفال هذه سواء فترة. كانت الام منعزله او اجتماعيه الطفل بطبيعته يحب اللعب مع الأطفال إذا كانت الأم تنهى فيه بكثرة
ما تلعبش مع ذر الشارع، ما تلعبش مع ذر عم، ما تلعبش مع شيني عارفة، أو يجيك القمل، أو يعدو بالأمراض، أم يعلموك حوايج مش مليحة، يركزوا غير على الحوايج السلبية. الطفل تدريجيا راح يكره اللعب مع الأطفال والانخلاط، أو يكونوا حتى الانتقاد صحيح، معناها يمكن يكونوا راهم يتنمروا عنها، ممكن يمكن تكون يتنمروا عنها حتى، هذا الشيء راهو شيء وارد، معناها مش كان الاخر كي تعد الطفله تعد بها الشيء عندها شيء ناقص، وهي ماشي مقويه لها شخصيتها بنفسها، تكون اي كلمه يقولوها لها خلاص تأمن تأثر بها. نعم ذكرتيني في موقف صار يوم من الايام، كنت نفليكسي من محل، والاب يعني الشخص اللي يخدم في المحل كان يتكلم مع زوجته، كان يقولها وش بيه ما حبش يروح يقرأ وكذا وكذا، كي سكروا التليفون قال تعبني هالطفل هذا، قلت له راهم الأطفال صار يتعبوا بالذات إذا أول عام لي، قال لي لا راهو يقرأ تقريبا سنة ثانية ولا بصح، قال لي راهم راهو يقول لي بلي راهم يضحكوا عني. قلت له ناي وش بيه الطفل صار، وش عنده وش ما عندهش؟ قال راهو عنده مشكل في نطق بعض الحروف، كي يتكلم يضحكوا عليه ولا يعني باش نشوف هني تنمر، يعني انه يأثر. ايه يأثر ياسر التنمر، معناها اذا كان من ناحية الشكل او من ناحية النطق، تلقي الصغير هذاك خلاص علاش اكثر يتو اكثر الاطفال تلصير فهم، هي التنمر فعلا. المشكلة هذه اصلا تكبر معاهم ترافقهم حتى للكبر اذا ما تعالجتش في الصغر. نعم للأسف الشديد. يعني تمت الإجابة على سؤالك يا الأميرة. أيضا ميمونة، صدق والاحترام أهم شيء. نعم الصدق صفة يعني يجب أن تكون في الكبار والصغار، وفي الصغار يعني من مراحلهم العمرية الصغيرة. بن مسعود أحمد، صباحكم أسعد طاقم التحرير، اختياركم للموضوع صائب، موافقون نحن في المتابعة. شكرا لك يا بن مسعود أحمد. أيضا الأميرة تقول نخرج عادي نروح لفامي مانيش نمنع فيها، بالعكس اجتماعية. يعني هذا رد ممكن ما زالت الروضة جديدة عنها، ما زالت مش موالفة بها. نعانيت المشكلة هذه قبل مع واحدة من بناتي، دخلتها للروضة. نعم انت بنت كمليحة ممكن تقرا في القسم غير ما تخرج للساح، انا بنتي تدخل تشد الركنة، معناها المعلمات وش داروا؟ انقسموا، واحدة شدت القسم كامل، واحدة شدت غير بنتي، شد الركنة هكا ما تحبش تقرا اصلا، وما تحبش تدخل مع الاطفال، ما تحبش تاكل لمجة تاعها، ما تحبش تحط كرطابل، تبقى هكا متحضنتها. فات الاسبوع الاول، ثاني، ثالث، حتى 20 يوم هكا، ولا تجي تحط المحفظة تاعها بالصح، ما تلعبش مع الأطفال، تبقى غير تتبع في المعلمة هذيك. بعد أسبوعين ثلاثة ولا تجي تحط المحفظة وتلعب شوي، أما وحدها متشاركش مع الأطفال، تلعب شوي في الغرفة بصح ما تشاركش الأطفال، بشوي بشوي ولا تدريجيا اصلا مازال ما فاتش، ما هيش سهل معناها باش تصير يعني خمس سنوات. كانت يعني بجانب امها، كانت بجانب امها بجانب معناها هذه يعني معناها حاجه جديده جاتها دخلت بكري معنا. كانوا الاطفال يتربوا في العائله كما نقولوا. نعم كانت الكنه تلقاها ساكنه في دار العائله، الطفل حد ما يتحط يلقى روحه في جو اجتماعي، توكية تلقاها ساكنة وحدها مسكرة على روحها بابها، لا من يروح لها لا من يجي، يوالف الصغير على روحها بروحها كما نقولوا. بعد يدخل الروضة نسات ما يعرفهمش، مازال جو جديد عنا، أكيد مش يدي وقت، مش يدي وقت، مش ينسجم. وهي تزيد تساعدها، معناها تزيد تساعدها، تحكي لها، تحاورها، تحكي لها قصص، تجيب لها قصة في الجانب هذا، كيفاش طفلة، كيفاش كانت، كيف معناها ما نشدش أنا بنتي ونبدأ ننصح فيها ونبدا نحاور فيها ونحكي معاها ومركزة عليه الموضوع. نعم. لا ببساطة تسألها ثاني كل ما تجي مثلا، حثيني على المعلمات، حثيني على زملائك، زميلك وش اسمه، زميلتك وش اسمها، تبدا شوي بشوي تحت تدخل في الجو. نعم هني بهذا الخصوص يعني كيفاش يتدرب يعني الوالدين والام بالذات، لانها تكون في الغالب مقربة من الابناء، من ادارة السلوك. يعني هنا لازمنا يكون عندنا فن في إدارة السلوك، في فن إدارة السلوك، والله هي المرة الأولى لازم تدرب نفسها. نعم
لأن الأم بطبعها عصبية، حتى هي خاصة الطفل الأول. الطفل الأول ربي سامحنا ستاج الطفل الأول الطفل الأول ستاج وربي سامحنا معهم، معناها تجي الحياة جديدة، تجي الأشياء، العائلة جديدة، على تقاليد جديدة، مش عارفة كيش تتعامل مع الأطفال، كيش تتعامل لا مش حتى كيش تتعامل مع الأطفال، حتى مع الزوج، حتى مع العائلة تاع الزوج تاعها، مازالت في شيء جديد. كي هي راهي مبعثرة أفكارها، دير غشها، دير فك الصغير، صحيح. ما تتقبلش منه أي شيء، هو دير في العادي، ماشي طبيعي، الطفل في مراحل الطبيعية، لا ما تتقبلش منه. وتكون أصلاً الأم هي شي فاهمة عقلية الطفل، السيكولوجية تاع الطفل، كيفاش راهي ماشية، حتى كيفاش راهي ماشية، ما هيش فاهمتلها أصلاً كيفاش عم بالها التصرفات تاعها مش طبيعية، هو هذاك طبيعي، طبيعة الطفل. علاش رانا توكي احنا عدنا نديرو في المحاضرات لتأهيل الزواج؟ صحيح. على الجانب هذا كعاده عاد الشيء هذا وين عاد مؤثر في الاسره وفي الاطفال وكثره الطلاقات والاطفال يعني ضاعت. نعود يعني حتى لجانب اخر اللي هو يعني الانجاب مبكر للاطفال، يعني في نفس السنه في نفس السنة فيه الطفل، يعني صحيح. الام يعني الزوجه مازال ما تاقلمتش اصلا على الحياه الزوجيه وفي حضور طفل، يعني مسؤوليه كبيره وكبيره جدا، ويعني تختلط عليها تختلط عليها الأمور. هي من المفروض أن الإنسان يتأهل خاصة العام الأول، نعم. يقرأ أفكاره، يقرأ أفكار الزوج، أفكار صحيح. لأن دخل على قيم وأشياء جديدة كانش ما كانتش في العائلة تاعه، نعم. كل شيء راهو جديد، ما كانش حاجة اسمها قرار الإنجاب في المجتمع تاعنا، خلينا حاجة معناها شغل سايبة مفتوحة وكون ممكن دير شروطات تصبح مشاكل. هي نورمالمون بالعكس تكون حاجة مفاهمة بين الزوج والزوجة الأمور هذه، لكن مع ذلك يعني المجتمع يأثر مهما يكون. نعم. أيضا جانب آخر يختلط يعني عند العديد من أولياء الأمور، عند الأباء بالذات، يعني أن الشخص ما هوش مفرق بين الضرب والعنف والعقاب في نفس الوقت، يعني يكون يضرب في الطفل ومعنفه، في حالة أن الأم تدخلت أو شخص من العائلة تدخل يقول لها لا راني نربي فيه ونوري له في الخطأ أنت عنا. كيفاش يعني نوجه لهم رسالة للأباء إن شاء الله ربي يهديهم، والأمهات كذلك اللي راهم يعنفوا في الأطفال، يعني كيفاش يفرقوا بين العقاب وال يعني وال والضرب والعنف في نفس الوقت؟ والله التربية مش بالضرب ومش بالعنف. أول شيء نعرف الطفل فاش راهو خاطئ، فاش راهو غلط، والخطأ هذاك اللي خطأ هل نايا قبل علمته له، معناها حطيت له عنده قواعد، حطيت له قبل عنده قواعد، عنده معناها رؤية واضحة هذاك الشيء اللي راهو خطأ فيه. ساعات انت اصلا ما نبهتيش عنه وانت كتشوفي فيه غلط وتبدي تضربي فيه، مش عارف واش قاعد يضربتي، كيش فهمت ماهوش فاهم حتى علاش راك تضربي فيه اصلا، وتبدي انت ما دامك انت هنايا ما عطيتيهش القواعد مش من حقك انك تضربيه. نعم. وقتها نلتز للضرب، ضرب تاع حاجه كبيره 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 تاع مره اني نايا نبهت عنها وورت لها وقلت لها عن هذيك الحاجة ودارها، ويكون الضرب ثانا مش أضرب وخلاص، مش الضرب المبرح، ضرب إن مش يبقى لها تنبيه شغل كتنبيه مش مع ذلك. آخر حاجة كاين بعض الأطفال تنبهيه ويكون عارف انه دار حاجه خطا لدرجه انه يولي يدير في الشيء الغلط ويشوف فيك انت وش باش تدير. لاحظت النقطه هذه في ابن اختي، عارف ان اللقطه هذه خطا ويشوفها وش باش تدير، هل انك انتبهتي اني درت هذا الخطا او لا؟ نعم. لانهم اذكياء اطفال، راهم اذكياء، وانت اصلا كنت تعودي عن الضرب، يعود بالعاني يدير في شيء مش انت اصلا تضربيه، يخلص هو العقاب مد هو اصلا يجيني ضرب. آخر حاجة عندك الأول حاجة هي الإدراك، مساعات الطفل ماهوش مدرك وش الخطأ اللي داره، لازم تفهميه الساعة توضحي لأن الحاجة هذه غلطة، مش لازم تتعود. المرة الثانية تشاددي شوي اللهجة، ممكن ما عادش تعاود نبهوه
تنبيه. المرة الثالثة عقاب كما نقولوا على السريع، ما أنا ماش تكلميه شوي والله تشنفي عنا كما نقولوا بالعامية. بعد بشي يجي الضرب، مشي من أول مرة ضربه أصلا مازال مشي فاهم. هي رايحة هي راهي بعدك تندم، هي رايحة هي تضرب فيه، هي ردت فعل شيء آخر، رايحة تمومرة ما مش يضربوا فيه معنا، مش يضربوا فيه مع الشيء اللي دارك تفريغ طاقة غضب. أي قتلك تفريغ طاقة أحيانا مشكلة ما تستاهلش الضرب، ما تستاهلش أصلا هي الضرب. وزيد اللي أسوأ من هذا إن ما نعتذروش من أطفال، ما نطلبوش المسامحة، حتى كي ساعات واحد يقول سامحني وخلاص، لا مش سامحني، لازم تعبري لها اعتذار صحيح. لازم تكون مش طريقة صحيحة نطلب الاعتذار، معناه غلطتي ممكن في حقه أو عاقبتي عن حاجة ما تستاهلش، أو ممكن أنت كنتي فقط متقلقة ولا مكبوتة ولا مش عارفة فرغتي في غشك، هو ضحية أصلا، هو ضحية لازم عليك الاعتذار. لازم انك الاعتذار يكون مش باللسان وخلاص، صح تحسسيه انك صح راكي ندمانه، راكي ندمانه تحتويه، صح باللي راكي غلطتي في حقه، هذه اصلا راح تقوي له من الشخصيه تاعه، وراح يعود يشوف فيك حاجه ضخمه. صحيح، حتى هو معناها يعود يشوف فيك حاجه ماما كبيره، ماما كبرت بيا، معناها كبرت بيا. صحيح، تلاحظي بعض الاطفال يغلطوا وما يعتذروش ويغلطوا عناد في الاباء، عارفينها خطأ ويديروها عناد في الآباء لأنهم يبالغوا في العقوب، صح يبالغوا في العقاب. تو الجيل تاعته عنيد جدا، معناه إذا عنت وحطيت راسك براسه، وحتى إذا ضربتي يقولك علاش ضربتيني، بالذات صحيح. إذا كان ما هوش غلط أو دار حاجة ومتأكد إنه ما دارهاش يحب يفهم عليه، يزيد في العناد فعلا. وكان عنت معناه إذا أنت حبيت تعالج العناد بالعناد، بالعكس رك قاعد تنمي فيه في العناد، صار بش يحبس هو، مستحيل ايه ما يحبسش هو، يقعد الصغير ان فيه الطبيعة هذه تاع بالعكس زيد تكبر معاه. نعم، ايضا سؤال اخر تقول الأميرة نعم ترد وتقول ممكن كما قالت الأخت عن بنتها، يعني عن المثال اللي ذكرتي عن بنتك. أيضا محمد بن أطرس، صباح الخير تركيا محمد، صباح النور والسرور عليك. أيضا عبد الرحمن سيد، سلام عليكم، أنا أم عندي ابني نقص تركيز في القراءة، ماذا أفعل بارك الله فيك؟ هنا يا تركيز في القراءة، الأطفال عندهم نقص في القراءة هي من قلة الاستمرارية والتكرار. الطفل لازمك أول شيء هو الطفل إنه النمو له الإدراك السمعي، علاش الأجانب وإيش اسمه نعلمه نقرأ له قصص في الليل كي يجي مش يرقد. صحيح، كي يجي في الليل الطفل مش يرقد يشد بلاصته وخلاص عندك السكون، مجتمعنا يرقد بالتيو، هذيك اللي تخليه الطفل عنده مخزون لغوي. نعم صحيح، عاد عنده مخزون لغوي قادر انه يعبر، قادر يعود قادر انه يعبر، وعود عنده معناها لي ما راكي تقري 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 يعود خلاص جيته حتى المعلومة اللي راهو يقرأ فيها حاسها راهي عنده، هو أصلا راهي عنده مخزونة في عقله، مرت عنا. بصح الطفل هذا لا أنت تهزي في كتاب تقري، لا هو راهو راكي راهو يقرأ عنده معناها قصص، ما كاش منميت له أصلا، ما عندهش مخزون، ما عندهش مخزون من القراءة، ما يقدرش. علاش بكري ابائنا يقروا في الجريده، يقروا معظمهم جهلات معناها مش قريات، بصح يحكونا في قصص قبل النوم، يحكوا يعني في القصص، يحكوا حتى لو كانت قصص خياليه بصح يحكوا، واللي راهم يقروا يكون الطفل مهتم، واللي كانتو مازالوا يهزوا في الجريده ويقروا فيها وفي قليل شفتي كيف هذا، علاش معناها هذا علاش كانت جاهله، كانت تحكينا في قصص من الواقع، والا كانت قاريه، كانت قارية تلقيها هزة جريدة، تلقيها هزة كتب وراي تقرأ. أنا من فم إحنا يتنمت القدرة تاعنا على القراءة، الحكايات اللي فيها تجارب تاع أشخاص أخرين مهمة جدا، هذيك اللي تنمينهم الذكاء تاعهم، تنمينهم الفكر، تخلي عندهم أيضا أفكار. يوجد يعني حتى قصص فيها عن الصدق، عن أكيد القيم يعني الإنسانية الحميدة الموجودة. أنتي أي مشكل عندك مع الطفل تاعك هنا درتها كتجربة وكانت صالحة لي،
اي حاجه حابه فكره حابه نعطيها لواحد من اولادي واحد من صغاري نحكي لهم قصه ما نحكي لهم شيء نشد لهم محاضره وانت كيفاش تدير وهذا كيفاش كان يدير وهذا لا نحكي لهم كقصه القصه هي القيمه لي. هي فيها القيمه هذيك اللي راني انا حبيتها نديرها في الطفل صحيح. في الطفل تاعي نعم جميل جدا ايضا يعني فيه نقطة مهمة حبيت يعني نعرفها يعني الكثير من الأمهات يعني ممكن يكون عندهم فيها حق ممكن لا وأنت كمرشدة وكأخصائية يعطينا كأم الخبر اليقين رح يكون عندك يعني هل دخول الطفل في عمر مبكر للروضة أو للمدرسة بإعفاء السن مثلا يأثر على رغبته في الدراسة؟ أم إن العكس يعني كل ما كان يعني إدخال الطفل في عمر مبكر أكثر للمدرسة وإنه يكون اجتماعي رح ينمي له هذه لا طبعاً هذه من أيدش فيها لأن الطفل عنده مراحل لازم يعيشهم لازم يعيشهم المراحل هذه جي أنت المرحلة الأولى جي أنت تدخلها في المرحلة الثانية في النصف تاعها طفل مازال مش بعشي من اللعب مش بعشي من احتضانك مازالت ما عندهاش هذيك القدرات كاينة نقطة حكيتها قيلة إن معظم الأمهات عادوا عاملات أحياناً الصغير مازال مولا شهرين ثلاثة يتحط في الحضانة معناها من صغره يتربى في الحضانة وهذا الشيء اللي جاني يخلق لك كره شديد في المدرسه في الروضه اكيد على كاش ما تعيش المراحل تاعها ما تعيشهاش كامله وما تعيشهاش طبيعيه هذا علاش اللي يخلي الطفل يكره معناها تو حنايا الطفل اول مرحله ان يكون سمع لازم كما قلنا نحكوا له يكون قريب جدا من الام يكون قريب جدا من الام كل عندها التحاور وعاد عندها السمع اول شيء انت تنمي السمع ومن بعد شيء نبدا نموله في العضلات تاعها طفلي مش تقولي لا او صغير لا ولدي هز هذه حط هذه جيب هذه دير هذه وثانا نديروا الالعاب التركيبيه اللي تخلي الاصابع تتحرك تتحرك الأصابع هي اللي راح تنميله مش أنتي مازال ولدك مازال السمع يكون يستعمل في كافة الحواس يعود يستعمل في كافة الحواس في مرة واحدة هي لا راهي تدريجيا حتى الصغير كيف يولد ويتحط من بطن أم يبدأ كل مرة يبدأ يستعمل حواس ولا لا ما يستعملهاش احنا وشي نبدو ديراكة انك الحواس كل اللي ما زالت هذه ما كملتش النمو تاعها نبدو في الثانية بس ما كملتش الثانية نبدو في نستعجل ونكملو في الثالثة معناها هنا راح يبدا ذاك المره الاولى ممكن يجيك ذكي ممكن يتمشى معاك في العام الاول والثاني ومن بعد تبدا تقل معناها حل مؤقت بالنسبه لي انا نقول حل مؤقت مش راح تستمر معاه نعم شكرا لك ايضا يعني السؤال الاخير يعني ومهم جدا بالنسبه للاطفال اللي يعانوا من صعوبه في النطق يعني مشاكل في الحروف يعني كيفاش يعني نتعاملوا معاهم اكثر بالنسبه في المدرسه يعني بالذات لي اول عام لي في المدرسه بالنسبه للاستاذ ولا بالنسبه للام يعني كيفاش تكتشف في هذه هي راح تكتشف حتى من النطق العادي حتى من الكلمات العاديه كان امها تقول لك من هو صغير بدا يتعلم بدا يفكر في وقت قبل ما يدخل المدرسه هو ينطق تفق به وكاين اطفال رحله المدرسه وكاين اطفال حتى مش من الولاده كان اللي يكبر من التدليل من الدلال صحيح. من الدلال تعدي انت يا اخي تسع ساعات تبدي تدير في الكلمات تاعك والاب تاعه مثاله جدايته يتعلم منه كان طفل جابوه لي كيف تولد عادي وبعدك بدا من الاسره تاع من كثر الدلال ذات كان اول حفيد اول حفيد عن بالك اول حفيد ولا اخر نقول احنا اخر عام نقول صحيح يبدا يديروا له فك تاع في الاسم تاعه يبدا يكسروا له خاصه هنا عندنا التكسير تاع الكلمات معناها انت هنايا لازمك معناها طول تكرري
طول تكرري تتكلمي معناها كلمات هكا، تبدي بالكلمات البسيطة، نبدأ تدريجيا بالكلمات البسيطة. المرة الأولى نديرو بالحروف، ولازمك تشوفي الحركة تاع الشفاه، الحركة تاع الحواجب، معناها تشوف تاع الوجه طبيعة الوجه الكل، شوفوها كيفاش تتحرك. لازم تعلميه بالشي هذا، مش تقول له انطق وخلاص يبقى ينطق، لا لازم يشوفك كيفاش الشفايف كيفاش تتحرك، الأنف، العينين، كيفاش ترمشي، كيفاش وكل هالحركات هذه، واني لازم يشوفك فيها بصريه، ماش صغيره يعني هكا وانت راكي تحكي معاه. صحيح. نعم. الام اصلا اكثر انسان يدرك، مازال الطفل مش حتى يتحدث مسجل، مازال في الشهور الاولى تلقاها ترقب له في سمعه، اذا يسمع مليح، اذا راه يتبع فيها بعينيه، اذا راه ينطق اول ما يبدا كلمه بابا تشوفه اذا ينطق فيها صح ولا تاخر في النطق تاعها ولا غلطه ولا معناها الام تقريبا تكتشف الامور هذه قبل وقت ما يوصل وقت الدراسي اصلا. نعم. صح. نعم، شكرا لك استاذه زيدي على حضورك اليوم، على كل المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم، وزميلتي ايضا ام بارع. شكرا. ان شاء الله يا ربي يعني الحمد لله لي الشرف اليوم كل الامهات ان شاء الله يكونوا شيق جدا. نعم، ان شاء الله كل الامهات يكونوا استفادوا يعني من موضوع حلقتنا اليوم. ان شاء الله اول حضور ليك وما يكونش الاخير، ان شاء الله ترافقينا يا ربي حتى في يعني حلقات القادمة في مواضيع مختلفة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لكم. نعم مشاهدينا، فاصل قصير ومواصلين معاكم مع زميلتي اللي كانت يعني موجودة معاكم في أول فقرة بدور الأم، في فقرات الأم والأسرة. كانت نشيطة اليوم في فقرة يعني الفقرة الأولى موضوع الأمومة. الله يسلمك. وهنا كن نتعلموا ونغلطوا ونتعلموا من الأخطاء تاعنا، وإن شاء الله أكيد أكيد إن شاء الله. نعم. حول الله. نعم، فقرة شيك بعد هذا الفاصل اللي راح نشوفوا فيه وصفة من وصفات الشيف حمادة معيزة، ومكملين معاكم في مجال التجميل.
نعم، وعدنا إليكم متابعاتنا العزيزات، متابعينا الأوفياء، في ثاني فقرات حلقتنا لليوم، فقرة شيك للجمال والموضة. يا هلا، أهلين مجددا، أنا معكم عدنا اليوم الصباح. نعم، موضوعنا لليوم رح نتكلم على المايكرو بليدينج، يخص يعني تجميل للحواجب. نعم، المايكرو بليدينج معناها موضة اللي راهي خارجة توكية تقريبا، راهو شكل اهتمام معظم النساء. نعم، معناها أكثر حاجة وشي اللي تجمل وجه المرأة الحواجبين. نعم، أكيد سبحان الله، قادرة تغير أصلا شكل الوجه بمجرد ما تغيري شكل الحاجبين. نعم، شكل الوجه كله يتغير. المايكرو بليدينج هو يعني نقولوا آخر ما توصل إليه العلم. زمان كانوا كيصلحوا الحواجب، ممكن واحدة فيهاش حواجب ممكن ترسمهم بالقلم، ممكن بالحنة، صح، ممكن اللي هو كان زمان التاتو أو الوشم اللي كان اللون تاعه ما يبانش طبيعي، شكله ما يبانش طبيعي أصلا. أما حاليا ولينا ما نقدروش نفرقوا إذا كان الحاجب طبيعي أو مايكرو بليدينج. نعم، كيفاش يعني نستعمل المايكرو بليدينج؟ قبل ما نستعمل المايكرو بليدينج نزيدو سنعرفو وشي المايكرو بليدينج. المايكرو بليدينج هو نقولو احنا بالمصطلح التجميلي تاعنا مكياج بارمانونت، يعني مكياج شبه دائم. هو معناها مجموعة من المواد نخلطوها، نقربوا لون الشعر الطبيعية اللي تخرج عن لون البشرة تاع الزبونة سواء كانت فاتحة أو غامقة، ونرسموا الحاجب شعرة شعرة بحيث يبان الشكل تاعها طبيعي ودوم مدة أطول. يعني النساء معظمهم رمي يعانوا من الحواجب المؤقتة، معناها كل ما تدير حاجة مكاش ثلاثة أيام سمانة تروح، ثلاثة أيام سمانة تروح، يحوس معناها عن حلول اللي تدوم أطول. سيرتو معناها اللي راهم ما عندهمش أصلا حواجب، كاين المرضى السرطان عفانا الله، معناها اللي الحواجب تاعهم تطيح يولوا محرجين مش قادرين حتى يخرجوا برا، لأن مظهرهم يبين أن الإنسانة هذيك راهي مريضة، وأنه واللي يحوس حتى هم عن حلول معناها تبان يبان شكلهم طبيعي وحاجة تدوم أكثر. نعم، لذلك ولينا نلجأ للميكرو بليدينج. ميكرو بليدينج ولينا نرسم الحاجب يبان طبيعي، يدوم أكثر ويبان الشكل معناها حسن وطبيعي أكثر. نعم، جميل جدا. أكيد الميكرو بليدينج مجموعة مراحل، فمتى يعني يبدأ بالتقشير وما هي المدة التي يستغرقها؟ كي نستعمله الميكرو بليدينج، الميكرو بليدينج كما قلت لك نستعمله بخلط بعض المواد الملونات، نستعمل يخترق الطبقة الأولى أو الثانية من الجلد، يعني يستعمل سطحيا هو في الجلد، ما يخترقش الجلد الداخل بزايد، معناه مستحيل يوصل الطبقة الثالثة لأنه رايح يولي مش غير دائم، يولي شغل تاتو. نعم، تاتو معناها دائم كما الوشم، لأنه يخترق الطبقة الثالثة ومعروف أنه حرام وما نخدموش. بينما الميكرو بليدينج سطحيا نستعمله عن سطح الجلدة، يعني ما يكونش فيه تجريح للحاجب، تجريح سطحي جدا باش ندخلوا المادة هذيك فقط، باش ندخلوا المادة وتتلون، معناها فقط مش لدرجة ان ندخلوها بعمق او ممكن يسيح دم بكثرة او تبقى دائمة مدى الحياة، من بعد ممكن يولي الإزالة تاعها من اصعب ما يكون. عودي لي السؤال. نعم، متى نبدأ بالتقشير؟ متى يبدأ بالتقشير؟ عادة ما يبدأ بالتقشير بعد الجلسة من اليوم الثاني الى الثالث، تتكون طبقة قشرة سوداء على الحاجب، ومن بعد يبدأ يتقشر تدريجيا، تستمر مرحلة التقشير من أسبوع إلى 10 أيام. نعم، عن حسب نوع البشرة. أيضا يعني الحاجب يعني متى يتم الغسل؟ يعني هي عبارة عن مرحلة متكاملة. أكيد، نوع متى يتم الغسل الحاجب هو تقريبا مدة
التقشير طول فترة التقشير كامل نحاولوا نتجنب غسل الحاجب، حتى لو كنا مضطرين مش نغسل وجهنا، يعني معناها مستحيل باش تقعد سمانة ولا سمانتين ما تغسليش وجهك كل 10 ايام. نغسل الوجه بدون ما نركزوا على الحاجب او نفركوه بالاصبع، معناها خلوه يتقشر طبيعيا، ياخذ وقته في التقشير. جميل جدا. أقصى مدة لبقائه؟ أقصى مدة لبقاء الحاجب عن هذيك على حسب عدد الجلسات ونوع البيغمون المستعمل أو الحبر المستعمل. يعني إذا كانت بشرة دهنية تدي أكثر عدد من الجلسات ممكن تلحق إلى 3-4 جلسات. إذا كانت بشرة جافة أقصها جلستين، ما تتجاوزش الجلستين. المدة يطول عن حسب كما قلت لك الجودة تاع الحبر ومدة بقائه في الجلد. عادة الجلسة الأولى نادرا ما تبقى، أحيانا ما تقعدش. بالنسبة يعني للتصحيح أو النزع، يعني هل يكون يعني نفس ال ما كملتلكش الجواب تاع المدة. المدة عندك أقصى من 6 أشهر إلى عام ونص. من 6 أشهر إلى 18 شهرا، معنى عن حسب البيغمون المستعمل. إذا كان بيغمون خفيف وفاعليته ضعيفة ما يفوتش 6 أشهر. إذا كان بيغمون ممتاز وتعاودت الجلسات المطلوبة لنوع الجلد ممكن يقعد حتى عام ونص دار عامين. نعم، يعني على حسب جودة المنتوج. نعم، هل إن يعني في فرق يعني بينه وبين التاتو؟ يعني وش الفرق يعني اللي يخليني نختار المايكرو بليدنج على التاتو؟ التاتو يخترق جميع طبقات الجلد ومعروف انه داء ما يتنحاش، ولو تنحى يتنحى بصعوبه بالليزر وجلسات بينما المايكرو بليدنج مؤقت، يعني معناها يخترق ممكن الطبقات السطحية فقط. عنده مدة معينة لأن الحبر تاعه غير دائم، وفرضا لو حبت الزبونة تنحيه حتى قبل المدة قادرة تنحيه. كيفاش نحوه؟ نحقنه المحلول الملحي تحت الجلد مباشرة على عدة مراحل، بشوي بشوي يتم طرد المادة هذه، تخرج بالتدريج. نعم، جميل. أيضا استعماله هل هو محدد للحاجب فقط؟ لا، المايكرو بليدينج ليس هو أكثر يستعمل، معروف أنه يستعمل الحاجب أكثر شيء، بصح قادرين نستعملوه لملء فراغات الشعر مقدمة الرأس هني في الجبهة. أحيانا ساعات تلقي الشعر مسحوب للصلع المبكر، مش الصلع، أحيانا تكون الجبهة عريضة والشعر مسحوب للخلف، كاين هني مساحة لازم تتميلي بالمايكرو بليدينج، معناها تحكم حتى كما قلت لك ممكن عام ونص ولا عامين، وهو تبان الجبهة صغيرة نقلصوا من الحجم تاعها ويبان كأن الشعر نابت من هنا، وهو ما هو الشعر أو رسم هو فقط. رسم فقط. أي ويستعملوه كذلك للشفاه. الشفاه يتم تغيير اللون، معناها في الحجم نستعملوه درجات البني أو الأسود، بينما في الشفاه نستعملوه الأحمر واللي هي تسمى البيبي ليبس، المكياج توريد. كاين فرق بين التوريد وكاين فرق بين المكياج شبه الدائم. المكياج شبه الدائم يستعمل بنفس طريقة الميكرو بليدين، والتوريد كيف تختلف الجهاز يختلف ويختلف كذلك درجة اللون. نعم، يعني هذه كل المعلومات على الميكرو بليدينج. إن شاء الله نكون أفدنا الأخوات، لأن نشوف فيهم دائما في الجروبات محتارين يعني بين استعمال الحنة والأمور الأخرى أو الميكرو بليدينج. تقريبا الحاجب من أكثر المشاكل اللي تأرق المرأة. نعم. معظمهم يعني تلقاها ديما واحلة في الحاجب تاعها، كاين اللي راهي ما تحبش تلقط، كاين اللي الحاجب تاعها دروجين فارغ، كاين اللي ما فيهاش اصلا كما قلت لك الحاجب. والحاجب معناها حاجه مهمه جدا في الوجه، قادره تغير كما قلنا شكل الوجه كامل. نعم. يعني مؤخرا تقريبا عاد اكثر حاجه ممكن يلجؤوا لها هي الميكروبليدينج. نعم، شكرا لك على ما قدمتيه لنا في هذه الفقرة. فقط قبل أن أختم نقرأ هذه التعليقات. بيلا عمر ولا عمور، الله يبارك شيف حمادة، ربي يوفقك، شكرا لك. هذا أكل الجو. نعم، بطلنا مشايشي من هكا شيف حمادة. وصفة اليوم للبوراك، بوراك الأعراس. نعم، وصفة شهية جدا. أيضا نجاة نيولوك، صباحكم سعيد، مشكورين على اختياركم لهذه المواضيع، شكرا لك يا
نجات إن شاء الله ربي يوفقها ويوفق جميع يعني رائدات هذا المجال. نحب نقول لكم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع المطروح من الأستاذة زيدي ومن الزميلة وردة شمية في فقرة شيك، ونقول لكم نتلاقوا معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، ورفقتكم السلام.